مثالا، تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا. كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم لك الحمد يا ربي ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أنت أهل الثناء وأهل المجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عباد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن إمامنا وأسوتنا وقرة أعيننا وشفيعنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم لقاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم من لدنك علما، كما نعوذ بك ربنا من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع وعمل لا يرفع. أيها الصائمون الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يصومون رمضان إيمانا واحتسابا فيدخلون الجنة من باب الريان كما أخبر ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. ما زلنا ونحن في رحاب رمضان مع الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، لننهل من هذا المنهل أو من هذا البحر الخضم الذي لا ينضب، لنقتبس من حياتهم، لنتأسى بشيء من سيرتهم العطرة حتى نرتقي ونتجافى عما نتخبط فيه الآن، الشهوات، الشبهات، الدنيا، الملذات التي أبعدتنا بعدا كثيرا عما كان عليه سلفنا الصالح، ما أننا الأصل أن الدنيا ما خلقت إلا، بل الكون كله خلقه الله لنا، سخره الله لنا لنستمتع به، لنستعين به على طاعته. الصحابة رضوان الله عليهم لما جعلوا هذا نصبا، يعني لم يجعلوه غايتهم بل جعلوه وسيلة لإرضاء ربهم تبارك وتعالى لنيل مرضاته، نالوا هذا الشرف. تكلمنا فيما مضى عن سيد القراء أبي بن كعب رضي الله عنه، نتكلم الآن أيضا بالمقابل لنرى أن الدين لم يأتي للرجال فقط أو للنساء فقط، بل جاء لكلا الجنسين، وكل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة كما قال القرآن الكريم. الدين كله التكاليف جاءت للرجال والنساء على حد سواء، إلا في بعض المسائل التي اختص بها الرجال دون النساء والعكس. لذلك إنه من يعمل الصالحات، من يجتهد، من يطع رب الأرض والسماوات ينال الدرجات العلى. تكلمنا عن أبي بن كعب سيد القراء، سنتكلم الآن أيضا عن صحابية من الصحابيات الجليلات العظيمات اللواتي هن أيضا نلن درجة عالية في زمانهن ولا زلن يذكرن في كل مجلس، وهي من الحافظات للقرآن الكريم. صحابية الآن، حتى الآن سبحان الله بين قوسين جملة اعتراضية، الآن جل المدارس أنه يقرأ فيها غير بناتنا وأمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا، تجد قليل من الرجال الأولاد اللي يقرأ. عزف الرجال عن القرآن وأقبلت النساء على القرآن، فعلا أنه إذا وجدت كما يقول العلماء رجلا عظيما فمن ورائه امرأة عظيمة. نعم، ذا بينا أنه كل أم تحفظ القرآن باش تربي أولادها وبناتها على القرآن الكريم، وهذا شيء يثلج الصدور. لكن أيضا بالمقابل لما نرى شبابنا زاهدوا في حفظ القرآن، هذا شيء يندى له الجبين. الصحابية الجليلة التي سنتكلم أو نعرف بعض مناقبها في هذه الدقائق المعدودات، هي من حاملات وحافظات القرآن الكريم، هي من حافظات القرآن الكريم، صحابية عظيمة حفظت القرآن الكريم. ابنة كاتب من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك، هي أمي وأمك وأم المؤمنين جميعا، إنها إحدى زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعجب عندما تسمع هذا، زوجة عظيمة، حفصة بنت الفاروق
عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. هذه الزوجة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كما بشر بها جبريل إحدى زوجاته في الجنة، هي زوجته في الدنيا وزوجته أيضا في الجنة. إنها المرأة القوامة الصوامة آناء الليل وأطراف النهار، إنها الساجدة، إنها هذه الصفات كلها بمن؟ بشهادة الأمين، أمين الوحي جبريل عليه وعلى عليه السلام، التي ميزتها التي لو لم تذكر لها لكفت أنها صانت حفظت المصحف الشريف من الضياع بعد جمعه إثر مقتل الكثير من الصحابة في حروب الردة. هزت نسخة من النسخ معروف جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق، بعده في عهد عمر، ثم في عهد عثمان، استقر بعد ذلك. هي في زمن حروب الردة في زمن أبي بكر الصديق أن هزت نسخة من المصحف الشريف. وتعلمون أن أهل القرآن الكريم ما كانوش يتخبوا وراء الجدار، كانوا كلهم هم الذين يحتلون الصدارة، هم دائما في الأمامية يحتلون الصدارة، يعني في المقدمة. يعني يقول إحنا إنه في معركة من معركة اليمامة قتل فيها 70 أكثر من 70 من القراء، وهذا من الأسباب التي دعت الصديقة أبا بكر رضي الله عنه لأن يجمع القرآن الكريم، لأن القرآن ما كانش مجموع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما عندنا الآن، كان مكتوب في الألواح والرقاع والأكتاف والعظام. لكن لما وقع اشتد الحر بالقراء، خشي الصديق على ضياع القرآن، فاجتمع هو اجتمع بعمر وزيد بن ثابت ومجموعة من الصحابة، وقال لابد أن نجمع القرآن خشية أن يضيع، ونعم الرأي الذي قام به الصديق. وبعدين أنه هذا الكلام يحتاج إلى دروس أخرى لعلنا نتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. إذن بالمنقبة التي امتازت بها حفصة رضي الله عنها أنها صانت المصحف الشريف من الضياع بعد جمعه، كما قلت بعد أن مات أو استشهد الكثير من الصحابة من حفظة القرآن الكريم. هذه الصحابية الجليلة ولدت قبل البعثة بخمسة أعوام، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث سنوات من الهجرة، وبعد أن توفي زوجها رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين، بعد أن أصيب بجروح كثيرة بليغة في غزوة أحد، وهي الزوجة الرابعة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها وسودة رضي الله عنها. وكان عمر حفصة آنذاك حوالي 20 سنة. نزل فيها القرآن الكريم في 3 مرات. شوف أنه من العجب من المناقب العظيم اللي نتكلم عليها إن شاء الله لأبيها عمر. عمر نزل القرآن يوافقه حوالي في تقريبا 18 موضع، يقول عمر رأي وينزل القرآن ويؤيد هذا الرأي، هذا شيء عظيم. حفصة أيضا نزل القرآن الكريم فيها في شأنها. وهذا يا إخوان ما دمنا في شهر القرآن يا إخوان، سلفنا الصالح كان القرآن كما قلت في الحصة الماضية كان يجري مع عروقه، يجري مع عروقهم وأنفاسهم، كانوا يحسبوا الأوقات نتاعهم. نحن الآن يقول لك بين قوسين يقول لك قداش المسافة منا لتبسة، مثلا من تبسة لقسنطينة ولا من قسنطينة الجيج، اللي يقول لك تحكم حوالي ساعة ولا ساعتين بحسب الطريق. الصحابة ما كانوش يحسبوا بالساعة، كانوا يحسبوا بعدد آيات القرآن، يقول كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والأذان الأخير، قال خمس مقدار 50 آية. لأن كانوا يشغلوا أوقاتهم بقراءتهم للقرآن الكريم ويحسبوا بعد الآية، معناها أنه وقوفهم بالقرآن، وعودهم بالقرآن، نومهم بالقرآن، يذكرون يتلون كتاب الله وآيات الله على، لأن يتفكرون فيها قياما وقعودا وعلى جنوبه. وهذا الشيء اللي نحتاجه الآن يا أهل القرآن، يا جيل القرآن، إذا كان حبينا نكون كما الصحابة ونحن في شهر القرآن نغير، لازم من هذا الشهر يغير حياتنا. إذا ما غيرش حياتنا خرج مرة علينا رمضان، وأنه قرينا كأنه كقرينا القرآن ولا ما قريناش، رانا لازم نراجع حساباتنا من جديد. ونسأل الله ألا نكون من الذين دعا عليهم جبريل والمصطفى صلى الله عليه وسلم يؤمن. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم، الدرجة الأولى قال أمين، والدرجة الثانية قال أمين، والدرجة الثالثة قال أمين. الصحابة قالوا له صعدت الدرجة الأولى، طلعت يعني
الدرجة الأولى قلت أمين، والثانية والثالثة. قال أتاني جبريل فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، قل أمين. قلت أمين والعياذ بالله، لأن اللي يلحق رمضان وما يستغلوش في المغفرة وفي الارتقاء وفي التزود بالإيمان وفي يعني يقول احنا القرب من الرحيم الرحمن، راه دعا عليه جبريل بعدم الربح، دعا عليه بالخسران والعياذ بالله. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أمين، نسأل الله لا نكون منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلنا حفصة نزل فيها القرآن الكريم 3 مرات، مقام لا يقتضي أن ندخل هذه الأشياء الثلاثة كلها، يكفيها أنها كما قلت صانة في القرآن الكريم. هذه الزوجة الصالحة القانتة العابدة، أنه لما وقع بينها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم مع ماريا القبطية وقع كلام بينها فغارت من ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها وأراد نحن أن يبتعد عنها، فاختارت ذلك. فيأتي جبريل عليه السلام ويحلف ويقول له، يأمره بأن يكفر عن يمينه وأن يردها صلى الله عليه وسلم. ويقول له جبريل، جاء وقال له راجع، رجع حفصة. اسمع، جاء جبريل يا أخي، لما يجي جبريل في حق شخص كما سمعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى أبي من قبل كما سمعنا، رأي ما هيش حاجة من السهل، لعني أنه ارتقى وصل درجة ما شاء الله، حتى أصبح يذكره خير البلية، يذكره جبريل، يذكره فوق قبل ذلك وفوق ذلك الله عز وجل. يجي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له راجع حفصة. علاش ترجعها؟ علاش؟ لأنه كعبت بنت عمر وعمر صاحبك؟ لا، رجعها لأني كعبت صغيرة، لأني عبت جميلة؟ لا 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 أبدا. راجع حفصة فإنها صوامة، قوامة، راهي تكثر من الصوم لله عز وجل، وراهي تقوم الليل وزيد. فإيه؟ وإنها زوجتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، رب يجعلنا جميعا من أهل الجنة. هذه المناقب يكفيها، يكفي هذه المنقبة، يكفي هذه الرفعة لحفصة، أنها صوامة قوامة، وإنها زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. وش راح تزيد بعد تسمع عن حفصة مثل بعد هذا أيها المؤمن، أيتها المؤمنة؟ أننا نسأل أمهاتنا، زوجاتنا، بناتنا، شكون اللي راي تنوض مع السحور وتفتح المصحف وتقرأ حتى الطلوع حتى يذن الله؟ أنا كثير، البعض كثير منا برجال ونساء ما ينوضوش في غير رمضان، ما ينوضوش للصبح، وينوضوا في قبل ذلك الأول في رمضان. من أجل ماذا؟ مش باش يقرأ، مش باش يصلي، مش يأكل، مش يصحى، يقول لك مش متجوعش وما نعطشش. يعني أمة البطول للأسف الشديد، سامحوني على هذه الكلمة، هم قبل أمة الأرواح يزكوا أرواحهم بالقرآن في رمضان، نحن الآن زيد نكثر من يقولوا إحنا من يقولوا إحنا الأمراض التي زادتنا، يعني مرضا على مرض والعياذ بالله. جعلنا رمضان جعلناه شهر بتاع التنافس في المأكولات المشروبات، شكون اللي تحط في عند الفطور أكبر، يقولوا إحنا لا وش سموها أكبر أنواع الأطباق الشهية، ويا ريت أنه بالمقابل كلها يشمها، وممكن كي اللي ما يشوفهاش خلاص. وبالمقابل دع نصب عينيك أنك إذا كنت الآن تنعم بهذه النعمة، نسأل ربي لوام النعم، فإن أخوانك في أماكن أخرى لا يجدون شربة ماء، فهم يأكلون في الحشيش، يأكلون يشربون المياه غير صالحة للشرب. أن في نعم عظيمة يا أخوة الإيمان. حفصة قوامة صوامة، وقبل ذلك أو بعد ذلك وقبله، فهي زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. حفصة التي كانت تمتاز بالبلاغة، تمتاز بالفصاحة، لها خطب مشهورة قالتها بعد مقتل أبيها رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. كانت حفصة رضي الله عنها من النساء التي تعلمنا الكتابة على يد الصحابية، أو تعلمت الكتابة على يد الصحابية الجليلة الشفاء بنت عبد الله. روت لنا حفصة رضي الله عنها جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيها، بلغت 60 حديثا، بلغت 60 حديثا، روت لنا جملة من الأحاديث فيها الأحكام. وشوفوا أني ما كانش غير زوجة تنقل الأخبار، كما روت لنا أمنا عائشة وغيرها من الصحابيات الجليليات رضي الله عنهن. روى عنها أيضا مجموعة من الصحابة ومجموعة من التابعين كأخيها عبد الله وابنها حمزة
وزوجته صفية، كل مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم. هذه الصحابية الجليلة توفيت في شعبان سنة 40 للهجرة بالمدينة في أول خلافة معاوية بن أبي سفيان، وصلى عليها مروان بن الحكم أمير المدينة في ذلك الوقت، ودفنت في البقيع، ونزل في قبرها أخوها أو أنزلها في قبرها أخوها عبد الله وعاصم رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وغفر لنا وإياكم، وجعلنا من عتقائه في هذا الشهر من النار. ونسأل عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما جهلنا، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت.